ظهر لنا كم حاجة مش شبهنا كمصريين جدعان. كان أخطرها التثبيت، واللي ما يعرفش عن إيه تثبيت أقوله يعني خطف، واللي ما يعرفش عن إيه خطف أقوله أنت خنقتني على فكرة. وكعادتنا ما بنسيبش حاجة إلا ما نتريق عليها، فقررت أخطف صحابي. تحذير، محدش يحاول يقلد اللي هيشوفه. أنا بحب صحابي، أنا بحب صحابي. اعزائي المشاهدين في كل مكان، ربنا يا رب يقطع لنا عاده. النهارده يا جماعه الحلقه اتقسمت نصين. بدايه الحلقه كنا بنقول الحلقه بتاعتنا حلقه الجمال وحلقه الرقه وحلقه اللطافه، واي مخطوطف بيتمنى يخطف الضيفه بتاعتنا ويقطع الطريق عليها. بس الحقيقه يعني انا عايز اقول لكم مبدئيا الاول هتكلم عن الضيفه، وبعدين هتكلم عن المصيبه السوداء الثانيه. ضيفتنا يا جماعه هي دي الفنانه اللي بوظت اللغه العربيه. ضيفتنا يا جماعة اللي تسببت ان نسبة الطلاق علت في مصر شوية، لان كل الستات غارت من اجوازها كل ما بيتفرجوا على الحلقة. ضيفتنا يا جماعة شخصية في منتهى الرقة، بس المصيبة مش في الرقة. احنا كنا داخلين الحلقة دي ونفسنا كلها مفتوحة، لحد ما فجأة اكتشفنا ان جوزها اصر يجي معاها. احنا طبعا عمالين نقطع الطرق على فنانين لوحديهم، يعني يوم ما عزومي يبقى مع الاسيستنت بنخش نثبته. المهم رحنا عاملين ريسيرش، دخلنا على اللابتوب لقينا ما شاء الله حاجه فنديز. فكلنا مش عايز اقول لكم يعني اصل ده يعني مراتي، يعني لو ما موتش نفسي عليها ايه اللي ممكن يحصل؟ بس هو ما شاء الله الدراع، اللهم صل على النبي، يعني عمرو مجافر ده اللي كنا بنقول عليه اللي هو كان شايل ابنه وحطه كده ففخد ابنه كده، وفي هنا بعد عنك حاجه زي كانت لبايا. مش عايز اقول لكم عندي احساس، يعني مش عايز اقول لكم. المهم يا جماعه يعني احنا عايزين نجمد قلبنا، واتفقنا ان احنا مش هنربط العينين ولا هنثبت لما نشوف ميه الراجل ده ايه، واحنا طبعا كل الكلام ده في الهبل، انت فاهم قصدي؟ فقلنا نخش نقص ميته الاول، فربنا يسهل. ودعوا لنا كده ان الحلقه دي تعدي على خير. اللي ما يعرفش سين عبد النور يا جماعه، عشان التقليد بتاع برنامجنا، سين عبد النور اهي. هي دي سين عبد النور. نجرب السهم. متنرفز كده وتبقى الدنيا حلوه وتعدي الحلقه دي على خير يا رب. بدأنا بسم الله. بسم الله. هيركليز بيقول لك يا راس انت لا 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 الحلقة دي اسمها تو بي اور نوت بي، أكون أو لا أكون. How many suggestions of really boy like thinking is there anything to do here like
اللغة العربية الفصحى، اطمن وركز واصحى. بص انا عايز اقول لكم على حاجه، الراجل ده لو حب يتعامل معايا بص رين ده انا هبقى ديسابير، هبقى مش موجود، ما جيتش عشان بس انا احفظ اكمل بيت الحلقات. برضه انت لازم يبقى عندك حلقه فيها قلق كده. احنا مرعوبين ليه كده يا جماعه؟ ما تسيبوه على الله، احنا خايفين كده ليه يا جدعان؟ ما تصلوا على النبي كده. اكتر من كده ربك بيزيح. جه جود لاك جايز، ركز. يا نهار اسود، بص يا حبيبي، وقف يلا، وقف يلا، اطلع يا حبيبي، ركز.
مصريين احنا مصريين. ولا نفس. غم عينيه. غم عينيه. غم عينيه. ما ينساش. ولا نفس. ولا نفس. ولا نفس معايا. ممكن اجيب معايا اغراضي؟ ممكن اجيب معايا اغراضي لو سمحت؟ انزلي. مش قادره. انزلي هنا 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 على ركبك. اوكي على ركبك. اوكي نيجي ودي لو سمحت بليز. اخراسي. اوكي. ولا نفس. بيبي ام هير. ام هير. ستوب ات. طلب البوليس. هو طلب البوليس. طلب البوليس. غميها غميها غميها. النهارده يا جماعه فات على الموقع بتاع سيرين عبد النور يومين، فبعد ما رقت شويه والحياه بقت تمام احنا جايين ككرو انتاج كلنا وكرو تمثيل وكده، بنقول لها احنا اسفين جدا وبنعتذر لها. وكان في يومين في ورد كان بيجي وحاجات كده، والحمد لله اتقطع الورد. كل حاجه كل حاجه عدت على خير وكده. فانت ايه رايك في اللي حصل؟ لحظه خي لحظه شوف ليش قط مسخر؟ ايه ليش بتمرق عليا؟ عيد ال ليش عم تمسخر عليا؟ ليش عم تضحك وعم تحكي معها؟ ما تضحكش؟ ليش عم تمسخر عليا؟ اغير قوي يعني اغير ملامح وشي؟ اغير ملامح وشي؟ يعني لا بالعكس لا بلا ما اكسبريشن هيدي يعني ان احنا عم تمسخر علينا يعني النضاره مبينه قوي الاكسبريشن بتاعي؟ سنينك مبينين يعني المفروض اتكلم غير اوكي خلاص كده كويس؟ تضحك كمان خالص. طب ما انا بعمل اللي انت عايزه اهو. ما تتكلمش. وقف اسمي. وقف كل شيء. فريد لا تتكلم. انا شو اتفقت انا عارف. نعم وقف تصوير. انا شو بتفق انا وياكم على ايه؟ اخر مره اجتمعنا شو اتفقنا؟ اوكي هعملوا كل حاجه يا فريد هعملوا. وانا اتفضلي جيبوها. لا وفوق هيك عم يضحك علينا؟ لا لا مش لا. يعني فوق انه بيضحك علينا زياده عم يضحك على مرتي يعني هو عم بيحكي يعني شو عم تمسخر علينا؟ فريد ممكن اسالك سؤال؟ عايز كاميرا ثانيه تكسرها؟ شو عايز كاميرا تانية تكسرها؟ انت انا تحت عمرك. شو رايك لو انا فدا كرودا على كسرنا انا؟ بس انا واثق انا واثق ان انت راجل مؤدب. لا يا كلب ايه 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 مش نقول بين فريد دخيل الله ده يا فريد ثابت بس 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 ضحك ده بجد؟ سيرين قولي له لو هو هنجيب له الماتيريال قشطه امان.
يمشي شو؟ ما بكفي انه عامل فينا مقلب. دلوقتي عملت فيه انا مقلب. عارف وحياة ربنا لولا النظارة دي بدري بس حلو بتضحك يا ابن اللذين. انا لحد اللحظة دي شاكك صدق. لا بس بص للأمانة لا للأمانة هم بنوها صح من جوه الكرفان. ابن اللذين اداني وش فانا قلت ايه في ايه الموضوع؟ في حاجة انا بدي انتقم في حاجة مش عارف. لا بس يا وحياة ربنا يا وحياة المصحف. بس كل اللي لفت نظري في الحلقه دي يا جماعه ان يعني في ما شاء الله الله اكبر قصه حب يعني جميله وحياه ربنا نازله سينا عبد الرؤوف في تقول له انا كويس يا بيبي انا كويس. محدش هيضحك على فكره غيرك. الحته دي كنت حمود وحياه ربنا بجد. بس انا عايزه اقول لك انه بجد انا بقالي 12 سنه بعرفه يعني 12 سنه بقول له بيبي يا حياتي. عمري ما قلت له فريد انا بس اسمك اساسا. بس انت لازم تتفخروا بعد الحلقه دي عشان الناس هتحسدكم على قصتك. يعني في الحاله اللي انا كنت فيها ما كنتش فاكره انا كنت يعني ما كنتش بفكر ولا في كاميرا ولا حاجه. فانا بقول له عشان اهديه زي ما بتكلم معاه دايما. انا عامل ايه في صوتي اللي راح؟ وانا في صوتي كمان ده انا مهتم. انا من كتر ما زعقت من كتر ما اتجننت يعني وزعقت على صوت عالي واعتقد ان الاوتاره الصوتيه راحت. انا عايزك تشرحي إيه انت وفريد لما من ساعه ما شفت البازوكا بتتضرب والانفجار. انا ما شفتش لا هو لا هو اكتر واحد اتصرف صح لان هو نزل قفل الباب على الناس الخاطفين اللي داخلين يخطفوا الموضوع. فاحنا بجد خدنا وقت قبل ما دخلنا لان فريد حاطط رجله على الباب مش عارفين ندخل. افتح ولا هقتلك. لا وانا بصوت واقول ده يعني افتح له. هو عايز ياخد الشنطه عايز فلوس يدخل ياخد اللي هو عايزه. بس لا بس هو اتصرف صح. هو يعني هو ما عملش الشيء المجنون اللي بوظ الدنيا يعني. حتى اخر شيء جربت بطريقه سياسيه انه يخطفوا تكون بس انا بس لا خدها يعني. انت ايه اللي حصل لك انه انا عربي زي زيكم اخطفوا الاجانب دول؟ انا بتعامل مصاري اكتر منه. معقوله يعني؟ ايوه انت ايه القلب اللي انت عليه يعني؟ لا وبعدين عايز اقول لكم حاجه بس عشان الناس تبقى بص الرياليتي. المفروض ان هو كان مربوط بحاجه هنا ما شاء الله راح قاطع الدنيا الحمد لله. اللهم صل. هو مربوط في البلاستيك صح؟ انتوا عندكم معلومه ان في كاميرتين ب 17000 دولار 60 داهيه توتال لوس يعني منيح على شيء خساره. لو في اكتر كان صار اكتر. لا بس كويس انه انت بعدك لسه يعني. لا انا بصي انا لمحت انا والله انا لمحت الشر في عيني. هو لو عارف انه عامل ازاي بالظبط كده راح عامل ازاي. انت اللي عامل ده اوكي راح اتغير. انا شفت لو بعرف انه انت رامز بتقدم البروجرام كنت لحقت وراك اكتر واحد بس ما بعرف ايه. الله يرحمني خلاص. لا هو اللي حصل ايه بقى ان انا رحت داخل ورا الكرفان فطبعا ايه فريد ملوش في الدنيا. ففي راجل يا عيني ربانه كده قلت له بقول لك ايه في واحد قاعد قال لي خلي اي ذكر يعدي من هنا وراح مطلع خشب واقف. فانا واقف ورا الشباك ببص لقيت ايه فريد دخل بدور على الراجل لقيته مستخبي ورا خزان ميه. قلت له وبعدين انا كده انتهيت ولا ايه؟ بس بجد ما شاء الله. لا انا اللي عايز اقول لكم بجد انه برافو على كل اكيب العمل. انا عمري يعني ما اعرف انه مقلب يبقى نحن بنقول باللبناني مبكل يعني مبكل يعني ظابط يعني محبوك كويس كل شيء عن جد يعني من اول دقيقه من عن جد يعني اندرو عمر المونتي العاملين عبد الله كل الناس يعني بجد برافو عليكم ويعطيكم الف عافيه وانت نورتينا ورمضان كريم لكم جميعا. سقفه جامده لسينا عبد النور. سقفه جامده الوحيد الشعاب مبروك اللي هاكلين.